وصلنا الآن مشاهدينا إلى فقرة ضيف، ونستضيف خلالها البروفيسور محمد بن حمو الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. نناقش معه موقف مصر من تطورات سد النهضة الإثيوبي على ضوء تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي أكد فيها أن كل الخيارات مفتوحة الآن للتعامل مع هذه الأزمة. مساء الخير بروفيسور بن حمو. مساء الخير عبد الله. الرئيس السيسي يعني يؤكد أن كل الخيارات باتت مفتوحة للتعامل مع سد النهضة الإثيوبي، ويحذر من الكلفة التي قد تتكبدها المنطقة في حال حدوث مواجهات بسبب الخلاف الحاصل حول المياه. كيف ترون تطور الأوضاع بين مصر وإثيوبيا؟ هو التطور يعني يدخل المنطقة على أولا الكثير من الشك والكثير من التساؤلات، لأن الصراع القائم الآن هو امتداد للصراع التاريخي بين مصر وإثيوبيا في ما يرتبط بمياه النيل، وهو كذلك تتويج لفشل مختلف يعني المحاولات التي تمت بين الأطراف وصمود كل طرف عند موقفه. فإثيوبيا التي اعتبرت أن مختلف الاتفاقيات التي تمت منذ سنة 1902 أو تلك التي تمت سنة 1929 وغيرها من الاتفاقيات التي توالت والتي كانت لا تخدم مصالحها ولم تكن تعترف بها، إثيوبيا اليوم التي تريد أن تعيد حقوق يعني دول المنبع، وحاولت واستطاعت خلال المدة الأخيرة أن تجند إلى جانبها مختلف دول المنبع ودول حوض النيل في مواجهة مصر والسودان اللتان يعني تعتبران كدول المصب، والتي اللتان تعتبران وخاصة مصر تعتبر بالنسبة لإثيوبيا أكبر مستفيد من النيل. فبالتالي هي يعني مرحلة عصيبة ومرحلة تدخل في سياق تسلسل تاريخي كانت دائما يعني هناك تلويح بالحرب في مرتبط بمياه النيل، سواء من إثيوبيا في فترة سابقة أو من مصر في يعني مراحل متلاحقة، من جمال عبد الناصر إلى الرئيس السابق مبارك إلى 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 الرئيس السيسي اليوم. ففشل يعني المحادثات في كينشاسا في يعني الأيام الأخيرة، وعدم يعني الاتفاق حول ما تعتبره مصر أساسي، وهو أولا يعني المدة الزمنية اللي ملء خزان السد، وثانيا كذلك تدبير المياه في حالة أو فترة الجفاف، والمرحلة والنقطة الثالثة والمرتبطة بالسد سد النهضة في حد ذاته، حيث أن مصر تعتبر بأن هذا البناء قد لا يصمد وقد يتصدع، لأنه على ما يبدو أو كما تزعم مصر على الأقل شابت بنائه العديد من الفساد، وبالتالي في حالة تصدع أو انهيار سيكون كارثي. نعم. على إثيوبيا والسودان ومصر. نعم فعلا المواقف متباينة في ظل فشل الوساطات، حتى أن الحوار المصري والسوداني حول هذه الأزمة أزمة النيل فاشل. برأيك كيف سيؤثر كل ذلك على مسار الأحداث؟ أكيد بأن يعني النيل هو شريان حيوي بالنسبة لمصر، والأمن القومي المصري يعني هو رهين بالنيل، لأن مصر ترى بأن كل هذه المحاولات تهدف إلى تجويع مصر، وتهدف كذلك إلى تجفيف كل يعني المنابع الماء بالنسبة لمصر. فبالتالي هو خنق
لها اكيد بان اثيوبيا من جهتها ودول يعني الافريقيه في هذه المنطقه ترى بان لها اليوم فرصه لتاخذ مكانا وتلعب دورا استراتيجيا كالذي لعبته مصر الى غايه الان. في جميع الاحوال امام يعني تشدد المواقف، فاثيوبيا يعني تريد كما تقول مصر فرض سياسه الواقع، وهي يعني رفضت جميع الخيارات التي اقترحت، فبالتالي تتشبث بموقفها. بالمقابل مصر والسودان يعني لم يصل الى نتيجه يمكن من خلالها نزع هذا الفتيل. في جميع الاحوال كان هناك تدخل امريكي وروسي ودولي وسيستمر. نعم، شكرا لك دكتور بن حمد الخبير في الشؤون الامنيه والاستراتيجيه، وعذرا لضيق الوقت.